نعم رفيق، ما تزال حتى هذه اللحظة المعركة على ضربتها في محافظة الحديدة أبرز الأعمال القتالية منسوبة لمقاتلة التحالف بسياسة السعودية. الغارات الجوية ضربت أربع مديريات على الأقل، هي مديريات الدريهني والتحيطة وبيت الفقي وحيث جنوب مدينة الحديدة، حيث دفعت مقاتلة قوة التحالف بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة عند خطوط إمداد السهاء نحو مدينة الحديدة لتضم موانئ اقتصادية الأهم في البلاد. وكذلك أيضا لم نستطع حتى اللحظة من التحقق من المصادر حول هذه الغارات المنسوبة لمقاتلات التحالف بشأن الغارات الجوية التي ضربت مستشفيات ومراكز صحية في مديرية الدريهني. حتى الآن تقول المصادر ما لم تستطع التوصل أو التحقق من هذه المعلومات. ما زال التحقيق الكثيف فوق السماء مدينة على حاله حتى هذه اللحظة. المعارك أيضا استمرت على ضربتها في عند المنطقة الحدودية مع السعودية، عشرات القتلى والجرحى أيضا سقطوا في هذه الجبهة بينهم جنود سعوديين كما تقول مصادر إعلامية في جماعة الحوثيين. السعودية ما تزال تدعم قوات موالية لها نحو معاقل الحوثيين في محافظتي صعدة وحجة. تقول هذه القوات أنها تحقق تقدما هاما في مديرية باقم وكذلك أيضا في مديرية الكتاب فضلا عن مديرية ميدي الحديدية مع منطقة جازان. شاركت في هذه الأعمال القتالية مروحية أباتشي وكذلك أيضا سفن حربية مرابطة في عرض البحر.